نتشن الراش اللي بيت درفت نتشن الراش أدرار النفوسة نتشن مازيغ نخس مشكان نخس أنغر اللغة النغط مازيغ نخس تيك مراتك المدار نبو نقر الأمازيغية هي اللغة الأصلية متاعت ليبيا نبو نقروها نبو نتكلموا بها نبو ناخذ حريتنا فيها لأن في العهد في عهد القدافي ما خلناش نتكلموا واحد بس في المدرسة يتكلم يا حمزة نخش ندير تليفون نكلم في امي نكلم فيها بلا مازيغي واحد يسمع فيا يقول لي تحترم نفسك وتكلم بالعربي انا في تليفون نكلم في امي اضطريت نسكر السماعه وقلت لها هذه امي وما تعرفش تتكلم بالعربي بيفتح معي موضوع قلت لها باي خلينا نكمل المكالمه بعدين هم يحبوا يحافظوا على من قال لك لا تحافظ على التراث شو من قال لي من قال لك لا كيفاش تحافظ عليه انا إذا كان أنا لحد الساعة هذه ولدي ممنوع باش يتكلم في ساحة المعهد باللهجة بتاعه ممنوع ممنوع يا عم ممنوع بالفعل يحكوا بالفرنسي يهديك يا أستاذ يهديك في القسم أنا قري فيهم يهديك يا أستاذ أحكي لك في مطمطة وقابل السنة هذه كلها دعاوي غلطة لا مش دعاوي غلطة كما تتهمني أنت تتهمني مزيغ بالدين ثورة قائمة أصدقائي أربعة من الناس وصلوا سجلوا أولادهم بأسامي أمازيغية نذكرهم لك أيرنس بوراس أوسمان بن ويران أمازيغ النصري وإيزم المالكي في أمريكا هذايا هذوما أربعة والمنشور عدد 85 لـ2 12 65 مازال سالي المفعول أنا عندي مولود نحب نسميه باسم شكون علاش تقمع فيا وعلاش تحرمي باش ولدي ما نسميش كما نحب أنا أنا قالوا نصبوا في تونس هذا ولا أي نعم المنشور موجود في تونس عدد 85 تاريخ 2 ديسمبر 65 التو مطبق هذوما أربعة من الأسلام من فضلك باللغة هذه وصلنا القيم العام مشيت القيم العام قال لي تحكي بها في بلادك في الليسي ممنوع باش تحكي معاه حتى مع صاحبي بالرغم اللي هذيك هي لغتي أنا يعني من اللي مولود ما نعرف كاللغة هذيك العربية تعلمتها بعد في المكتب والليسي المزيغ احنا الجيل نتاعنا يعني الجيل نتاعنا يعني تعلمنا العربية في المكتب يعني في العربية يعني تعلمنا العربية باقي يعني كي تولدنا نتكلموا بالامازيغية اولادك يحكيوا اولادكم هاتوا نجيبوا واحد اولاد توجه وانتم تحكيوا الكل هي ما يخلوناش كيف يفيقوا فينا يقولون اللي تعذروا فينا وإحنا ما نجدوهمش حتى نحبوا مع بعضنا هي ما يحبوش ما يحبوكش تحكي بالنسبة دي ما ينبقوا فينا ساعة تقولنا بش نعطوكم المزارات دي ما ينبقوا فينا ما يخلوناش نحكي وإحنا ما نجموش معنا نحكوا مع بعضنا بالعربي عليك؟ عايش خلي واحد عليك؟ خلقي نحكو كان بشرحة نحوش ببعضنا في العالم ما ترتاح كنك تحكي بالشرحة مع بعض مع أصدقاء وتوه هنا في توجه تحكي كل بشرحة والأولاد اللي يجيوا من تونس يحكيوا؟ ما يحكيوا أولاد توجه اللي يجيوا من تونس؟ ما يحكيوا كلهم يحكيوا بالشرحة؟ وانت وديما يقلقوك ولا مرة بركة؟ لا ديما ديك فالفقوا بينا نحكيوا So I'm guessing you're a Tamazight. Yes, I am from Zwara, and I am so happy to have this moment to come here to talk about my language and my literature and my history. So this is a moment to not never forget. This moment. This is our moment. Under Gaddafi, scenes like these would have been impossible. Amazigh people coming out, waving their flags and celebrating their heritage. Under Gaddafi, the Amazigh culture was severely suppressed. Could you come here into Martyrs Square and wave a Amazigh flag and speak Amazigh? Gaddafi? No, no way. They will kill you. Shut down. Under Gaddafi, many Tamazigh activists were imprisoned or worse. In a 2008 WikiLeaks cable, Gaddafi was quoted as saying to Tamazigh leaders, "You can call yourself whatever you want inside your homes, Berbers, children of Satan, whatever, but you are only Libyans when you leave your homes." Under Gaddafi, were you allowed to give your children Tamazigh names? No, special names, Arabic names, not Amazigh names. No. Do you call your children Tamazigh names even under Gaddafi though? Yeah. In your own house? Yeah, in our houses, yeah. Gaddafi also effectively banned the speaking of the Tamazigh language and refused to allow it to be taught in schools. The repealing of this ban is central to Tamazigh demands in this new Libya. Amazigh is our native language. It is our first language for us.
Tamazight fighters have been instrumental in helping to overthrow Gaddafi's forces. Many of them are currently battling loyalist resistance in the southern town of Sabha. Meanwhile, on the political front, the first Libyan National Tamazight Conference in Tripoli is a sellout. Their politicians and activists are pushing hard already for recognition of their culture. We would like to see Tamazight in the constitution just the same as the Arabic language. The 17th February revolution came to give us our rights. Freedom comes in many forms. For the Tamazighs, they can now look forward to the simple rights of speaking their own language and naming their children whatever they like. Johnny Miller, Press TV, Tripoli.